واشتهرت محافظة لحج بالعديد من البساتين والمزارع المختلفة والمتعددة، اذكر اسم أشهرها. دعونا نتابع الفائز معنا في هذه الحلقة، ثم نذهب لنكمل فقرة اليوم. أشهر بستان اشتهرت فيه لحج أو أشهر بساتين لحج؟ أشهر بستان أشهر بساتين محافظة لحج. بساتين محافظة لحج. يعطيكم العافية، شكرا لكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. تعرفنا باسمك؟ جميل عبد الغني سلطان. جميل، اسم المنطقة هذه؟ منطقة الضباب. وادي الضباب. وادي الضباب. فين؟ المقهاية. فين؟ كوبا. محافظة تعز. دام ان احنا في وادي الضباب في محافظة تعز، ما هو اشهر بستان اشتهرت به محافظة لحج؟ اشهر بستان طبان محافظة لحج. اشهر بستان اشتهرت به محافظة لحج او اشهر البساتين التي اشتهرت بها محافظة لحج؟ اشهر بستان دار البستان اللي طبان طبان. يعطيك العافية. سؤالنا يقول أشهر بساتين لحج؟ أختي ما أقدر صراحة. أشهر بساتين لحج؟ ما أقدرش أجاوب بصراحة. لو سمحتي. دلاندي. لا 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 سكين. كيف حالك؟ تمام الحمد لله. تعرفني باسمك؟ حاشد نعمان علي. حاشد إيش تسوي هنا؟ نوقص حجار. نوقص حجار، كيف الحجار معك؟ تمام الحمد لله. متعبة المهنة؟ الله يقويك. أنا سألك سؤال، لو عرفت جواب تحصل على جائزة. اذكر أشهر بساتين موجودة في لحج، أشهر بستان في لحج. الحسين. ما الحسين ولا الحسيني؟ الحسيني الحسيني. أشهر بساتين لحج. الحسيني. زرتها أنت من قبل لحج ولا لا؟ أسمع به. تسمع بلحج؟ أيوه. طيب ينفع تخرج لنا كذا شوية لخارج؟ تعال نشوف إذا كانت الإجابة صحيحة ولا مش صحيحة ولا يستاهل جائزة ولا. قلت ليش اسمك؟ حاشد نعمان علي. من متى يا حاشد تقص تشتغل بالاحجار وقص بالاحجار، من متى لمتى؟ يعني من الساعه 7 الصباح الى الساعه 11 ونص. 11 ونص الظهر. ايوه، من الساعه 2 الى الساعه 5 ونص. وكم يطلع لك في اليوم؟ يعني 3000 5000. 3000 5000 تكفيك؟ الحمد لله، يعني مشي بحالنا. الحمد لله. نسالك السؤال مره ثانيه، اشهر بساتين محافظه لحج بستان الحسيني. من اللي غنى عليهن؟ الحسيني. فيصل علوي. ايش قال؟ قال يا ذي تبون الحسيني. كيف سمعني؟ يا ذي تبون الحسيني. قول بعده الله. يلا كمل. حافظ لي هالناس. الله. تعال يا جنبه، تعال تعال تعال. اذا حاشد نعمان، ايش اسمها المنطقة هنا يا حاشد؟ منطقة النشمة. النشمة في محافظة تعز. وفي سؤالنا على أشهر بستان أو أشهر البساتين الموجودة في محافظة لحج، كانت هي بساتين الحسيني. الحسيني. وجائزة الرحال 15000 ريال هنا. ألف ألف مبروك مطار السعيدة.